واحد والرأي الواحد تريد أنظمة تقبل التعدد الحرية وقدر من المسؤولية، وخاصة نظام في خدمة الاستبداد العربي الذي ورثناه منذ الاستقلال، نظام الظلم والفساد يعني برشات الأرضية، الاهتزازات الأرضية، فسقطت كل تلك البنايات التي أرشاها طريقة مضيعة أنا دائما أفضل كلمة البركان وكلمة الزلزال على الربيع العربي، وبالتالي فالزلازل لا تفشل والبراكين لا تفشل، يعني تعود كل مرة إلى الانفجار وتعود مرة كل مرة إلى التحرك ما دام هناك أسباب للانفجار أو للتحرك، وهناك ما زال كل أسباب الانفجار ما زالت موجودة، وبالتالي فستكون هناك انفجارات أخرى وزلازل أخرى، وبعد أن تهدأ الأمور كلها آنذاك سيعاد البناء. ما زال مستمر، ستكون هناك انفجارات في كثير من البلدان العربية، في مصر، في تونس، في كثير من البلدان أخرى، حتى يهدأ الاحتقان الموجود الذي فجر هذه الانفجارات، الذي هو الظلم الاجتماعي، الفساد، غياب الحريات إلى آخره. بالنسبة لنا كانت جزء من محاولات ضرب الربيع العربي، لأن تركيا نجحت في يعني ما نريده نحن العرب الذي هو التجذر في الهوية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتركيا أيضا عاونت الثورات العربية، وبالتالي كان لابد من عقابها، فجاءت هذه المحاولة ونحمد الله أنها فشلت. يعني أنا أعتبر أنه بعد ضرب في مصر، بعد إفشال الثورة في تونس وكذا، يعني القوى المعادية للشعوب اعتبرت أن تركيا مركز لمواصلة هذه الثورات ويجب عقابها، وبالتالي موقف من فلسطين موقف كذا يجب عقاب تركيا. أنه بعض الدول العربية التي تآمرت على مصر وعلى تونس هي نفسها يبدو أنها تآمرت على تركيا، ولما تشوف الثمن الذي دفعته تركيا في الانقلاب العسكري الأخير في 81 أعتقد 80 كان يعني الثمن باهظ جدا 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 جدا، ولا أتذكر أن كانت هناك احتجاجات، حيث أنا لا أعتبر أنه يعني نظام من حقه أن يدافع عن نفسه، لكن أنا قلت كثير من المرات أنه يجب أن نفوت على عدا تركيا وعدا العالم الإسلامي هذه الحجة، بحيث يعني يجب أن تكون هناك صرامة مع الانقلابيين، ولكن في نفس الوقت في إطار العدالة وحقوق الإنسان. هو ما أنا أعرف أنه مسجون في ظروف صعبة جدا، ويعني في ظروف غير إنسانية، ومن المفروض أنه كل منظمات حقوق الإنسان تتجند لهذا الرجل الذي عيبه الوحيد هو أنه وقع انتخابه بصفة ديمقراطية. وأنا متضامن تماما مع أخي محمد مرسي، وأحذر يعني النظام المصري من أن يلحق به سوء، وأعتقد أنه سيخرج في يوم من الأيام ليستعيد حريته ويستعيد يعني حقه في الوجود، وأنا متضامن كليا معه. أولا مرة أخرى أريد أن أعبر كعربي عن امتنان للحكومة التركية وللشعب التركي، لأنه يعني أخذ على عاتقه أكثر من 2 مليون سوري عربي، وهذا نحن سنتذكره دائما لتركيا. هناك أيضا الحل الثاني أنه لابد أن يكون هناك منطقة معزولة يعني معزولة من السلاح، يعني منطقة حرة تضمن الحياة للمدنيين في شمال سوريا، منطقة حظر جوي، وهذا أعتقد أن تركيا ودول الصديقة يجب أن على الأقل أن تحمي هذا جزء من الفضاء لكي يكون للمدنيين فيه الحق في الحياة. جزء من الحل هو بيد روسيا، وتركيا بحكم علاقتها القوية الاقتصادية والسياسية والآن علاقتها مع روسيا يمكن أن تلعب دورا يعني في إقناع بوتين بأنه يخفف الضغط على الشعب السوري. يجب على يعني هما هذه يعني المتطرفين عايشين بالإسلاموفوبيا، وأصبح بالنسبة لهم بضاعة يعني لتغطية على مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية والهروب منها. الحل الوحيد هو أنه بطبيعة الحال أنه الجاليات الإسلامية يعني
تدين بكل قوة العمليات الإرهابية التي تضر أضرت بنا كثيرا كمسلمين، ثم أن تنخرط يعني حقيقة في النسيج الأوروبي وأن تندمج فيه لكي تثبت أن باستطاع المسلمين أن يندمجوا في أي مجتمع وأن يطوروا هذا المجتمع حسب قيمنا الإسلامية السامحة. كيف يفسر هذا؟ أعتقد أنه خطأ جسيم، لأنه ديكتاتورية هي الحزب الواحد، أنا أرى أن تركيا فيها أحزاب. ديكتاتورية هي غياب الصحافة الحرة، أنا أرى أن هناك صحافة تنتقد أردوغان. هي غياب مظاهرات، أنا أرى هناك مظاهرات، حيث لا أرى أبدا يعني هذه الصفة مرسقة. لكن الغريب في الأمر أنهم لا يلصقونها بالسيسي، يعني الفرق بعيد جدا بين السيسي وأردوغان. فعوض أن يروا الدكتاتورية وهي يعني بمجسدة في هذا السيسي، يرونها في أردوغان، يعني عملية لا تستقيم. شكرا. تشكر.